انطلقت أمس أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة في قاعة الجمعية العامة بالأمم المتحدة بمشاركة وفد كويتي برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس عود المالش الصباح. نعم، اللجنة ناقشت وضع المرأة في دورتها الحالية، السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي. شاركت دولة الكويت بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة المناقشات العامة للدورة 68 للجنة وضع المرأة، والتي تعقد هذا العام تحت شعار تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل. Our world is going through turbulent times. يمر عالمنا بأوقات مضطربة، وتتضرر النساء والفتيات بشدة، وفي مناطق النزاع تعاني النساء والفتيات أكثر من غيرهن من الحروب التي يشنها الرجال. اليوم هو الأول من رمضان، وقت الرحمة والتفكير والتفاهم. أشعر بالفزع والغضب من استمرار الصراع في غزة خلال هذا الشهر الفضيل. وتعتبر الدورة السنوية للجنة وضع المرأة فرصة لاستعراض التقدم الذي يتم إنجازه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع السياسات والمعايير والضوابط العالمية لتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. I reiterate my call on International Women's Day. أعيد التأكيد على ندائنا في اليوم العالمي للمرأة. لا بد لنا أن نشكل بصيص الأمل بتحقيق مستقبل سلمي ومستدام ومتساو للجميع، لكافة الناس، للنساء والفتيات في كل أنحاء العالم، وأعرف أن ذلك في متناولنا، فلنسعى إذن جاهدين معا إلى تحقيق ذلك. وقد أنشأت لجنة وضع المرأة في عام 1946 بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء هيئة متخصصة لوضع السياسات العالمية وبشكل حصري لتعزيز المساواة بين الجنسين وإعداد التوصيات بشأن تعزيز حقوق المرأة في مختلف دول العالم. مشاركة دولة الكويت بوفد رفيع المستوى في الدورة 68 للجنة وضع المرأة يأتي تأكيدا للدور الذي توليه دولة الكويت للمرأة الكويتية وأهميتها في أهداف التنمية المستدامة. من الأمم المتحدة، أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.